ننتقل بقى للبعثة البارالمبية المصرية اللي عقدت مؤتمر صحفي في المركز الأولمبي بالمعادي بالأمس. ده فور وصول باقي أفراد البعثة زي ما كنا متابعين مع حضراتكم من طوكيو بحضور اللاعبين والأجهزة الفنية. مصر زي ما احنا عارفين حصلت في بارالمبياد طوكيو 2020 على 7 ميداليات، بوقع 5 ميداليات فضية برونزيتين عن طريق فاطمة عمر وشريف عثمان ومحمود صبري رحاب رضوان ومحمد صبحي هاني عبد الهادي، ده في رفع الأثقال فضلا عن محمد الزياد في البارا تايكوندو. طيب خلينا نروح نشوف يعني تفاصيل اكتر عن مؤتمر البعثة البارالمبية ونرجع نتكلم شوية، لان زي ما احنا عارفين برضو يمكن دي اقل نسبة ميداليات شاركت فيها البعثة البارالمبية المصرية قبل كده، يعني هنقارنها بريو احنا خدنا 12 ميدالية. خلينا نروح نتابع. انا والله بشكركم الاول وبشكر كل الشعب المصري اللي ساعدني واللي دعمني واللي دعالي عشان خاطر الموضوع كان كبير، عانينا 5 سنين كتير واصابات وحاجات كتير، بس ربنا الحمد لله جبر بخاطرنا وما ضيعش تعبنا وربنا رزقني في الاخر بميداليه الفضه. بس عايز اقول ان فرحه الميداليه الفضه كانت لا تقل، يعني ما تقلش خالص عن فرحتي بالناس والاستقبال الشعبي اللي حصل النهارده والاعلام. بصراحه دكتور اشرف صبحي احنا ما بنعتبروش وزير الشباب والرياضه، احنا بنعتبره اخ كبير لينا وصديق داعم لينا ما شاء الله عليه، يعني هو على طول متواجد معانا في كل الاحداث، اي مشكله بتطرق لينا بنخبط على مكتبه وبيفتح لنا عادي في اي وقت من غير ميعاد من غير اي حاجه. بشكره جدا على المستوى الشخصي ان هو وقف جنبي في حاجات كتير جدا، وقفت قصادي وهو حلها لي. طبعا الاستقبال النهارده كان استقبال عظيم واستقبال يليق بالابطال البارالمبيين وبانجازاتهم. بشكر على كل حد قدر ان هو يشترك في الاحتفال ده وينظمه بالطريقه الحلوه دي. طبعا وبهدي الفوز لمصر واهل مصر وكل الناس اللي كانت بتدعي لي ان انا اجيب ميداليه. طبعا بهني الشعب المصري كله طبعا وبقول لهم ان شاء الله دايما نكون عند حسن ظنكم ودايما نشوف علم مصر مرفوع وخفاض. بالنسبه بقى لوزير الشباب ان هو جه قابلنا، هو جه قابلنا واحنا مسافرين وسلم علينا واحنا مسافرين وادانا الدعم قبل ما نسافر، وقابلنا بعد طبعا بعد ما جينا وحققنا الانجاز اللي احنا حققناه جاء قابلنا طبعا في المطار. هو ما بيتاخرش عنا في اي حاجه، هو دايما معانا، انا بحب اقولها دايما لان هو فعلا يستحق ده. هو انسان بمعنى الكلمه، هو بنروح له باب مفتوح لنا، مش كلامه بس، لا هو بنروح من غير ميعاد وهو مواعيده مشغوله دايما، ودايما يفرغ نفسه لينا ودايما باب مفتوح ودايما كل حاجه بنطلبها بيحققها لنا وبيوفقها لنا. مش غريبه على الدكتور اشرف صبحي لان هو طوال ال5 سنين دي بصراحه معانا على طول، ما بيتاخرش لما بنطلب منه حاجه، على طول موجود على طول بيدعمنا. كان في وداعنا واحنا البعثه مسافره برضه اتفاجئنا بيه في المطار جالنا، فلا الدكتور اشرف صبحي وزاره الشباب والرياضه كلها الدوله كلها برئاسه طبعا على راسهم طبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المركز الاولمبي على راسهم كابتن عاطف حموده، الناس دي كلها شركاء نجاح، يعني النجاح مش فرد لا، والجهاز الفني كله باكمله والاداري واللجنه البارالمبيه طبعا برئاسه الدكتور حياة خطاب، كل الناس دي واي حد وقف قال لي ربنا معاك طبعا ده طبعا شريك نجاح طبعا، بالاضافه طبعا لزوجتي ووالدي ووالدتي طبعا ما فيش خلاف، واخويا وكل الناس الموجوده. والله حضرتك اي راضي فينا سواء في رفع الاثقال او في اي لعبه ثانيه هو بيسعى ان هو ان شاء الله يعمل احسن ما عنده افضل ما عنده، بيفكر بس مش في نفسه ان هو يعمل انجاز شخصي، لا بيعمل انجاز للبلد كلها، واهم حاجه طبعا يرفع علم بلده ويشوف الفرحه في عين الناس الموجوده دي كلها، اهلي واخواتي واصحابي وكلهم، ويعني الواحد اصلا يعني بيقعد يفكر في اللحظه دي كلها، بتبقى اكبر حافز ليه هو بس خرج من المطار وربنا كرمه معلق الميداليه ورفع اسم مصر، دي بتبقى اللحظه اصلا يعني مش هتوصل لحضرتك، ما تصنفش وصف. الحمد لله على سلامة أبطالنا وأكيد سعداء بيكوا، وكنا متوقعين أو كان نفسنا يبقى في ميداليات أكتر لأن إحنا عارفين إن أنتوا تقدروا، هي دي النقطة، ولكن الحمد لله على كل شيء. بس